ممكن حضرتك تشرح لي في ثانية واحدة ايه الجهاز ده؟ هو التابلت تبع اللجنة العليا للانتخابات بتعمل حصر كم عدد الوافدين على اللجنة دي. لكن مش علشان خاطر يعرف الرقم الكومي ده بصوت في لجنة تانية ولا لا؟ وبردك لان لو اتكرر بيبان، ولو في مش في اللجنة دي بيبان برضه. البطاقة فندم، هات البطاقة. هذه برضو بدي أكسرها. 488 نمرة واحد. كل الجهاز ده مفيد لحضرتك بنسبة كم في المية؟ يعتبر 100% اللي بيديني البيان الصح لكل ناخب من مكانه ومكان لجنته الصح. تمام. وبيسقطه من اللجنه بحيث بان ده مستحيل يعيد انتخابه في اي مكان. الف شكر. حتى بتاع المنتخب في الخارج اداني بينه منتخب في الخارج وفي الكشوف هنا عليه علامه حمراء بحيث بان خلاص مش مسموح له انه يعيد انتخابه. حضرتكم استخدمتوا الجهاز ده في كل الجمهوريه؟ طبعا في كل اللجان. كل اللجان احتجتوا كام جهاز بالظبط؟ لا ما اقدرش احدد بقى حسب اللجان يعني بصراحه الكتوتة الارقام. طيب تمام. ايه العطل اللي ممكن يحصل في هذا الجهاز؟ هو يعني وان شاء الله بالنسبه للوزاره عندنا بنسبه مش اي عطل ان شاء الله يعني لو فقد اتصاله بالانترنت مثلا. لا لو فقد اتصاله هيفقد اتصاله بالانترنت. كل واحد معاه 3 سيم كارت الثلاث شبكات. مش معقوله الثلاث شبكات. هي هو بيشتغل على شبكات ال 3G ولا على 3G ولا على الاي دي اس ال الارضي؟ 3G طبعا. 3G مش الارضي. لا طبعا.